حملة تجسس إلكتروني قائمة منذ فترة طويلة تديرها أجهزة أمن فلسطينية. شركة فيسبوك قالت إن العملية تضمنت انتحال المتجسسين صفة صحفيين ونشرهم تطبيقا وهميا لإرسال قصص عن حقوق الإنسان. واتهمت فيسبوك ما قالت إنه الجناح الإلكتروني لجهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية بإدارة عمليات قرصنة بدائية استهدفت مراسلين ونشطاء ومعارضين فلسطينيين. المتحدث باسم جهاز الأمن الوقائي رفض اتهامات فيسبوك وقال: نحترم الإعلام والإعلاميين ونعمل وفق القانون والنظام ونحترم الحريات والخصوصية وسرية المعلومات. وقال إن علاقة جهاز الأمن الوقائي جيدة بالجميع بما فيهم الصحفيون ونقابة الصحفيين. أما مايك ديفيليانسكي رئيس إدارة تحقيقات التجسس الإلكتروني في فيسبوك فقال إن أساليب الحملة كانت بسيطة وبدائية لكنها مستمرة، وأضاف أن جهاز الأمن الوقائي كثف أنشطته خلال الأشهر الستة الماضية، وأن فيسبوك تعتقد أن الجهاز نشر حوالي 300 حساب مزيف أو مخترق لاستهداف ما يقرب من 800 شخص بشكل عام. وقال إن فيسبوك أصدرت تحذيرات فردية للمستخدمين المعنيين وأزالت الحسابات المزيفة. ووفقا لتقرير فيسبوك فقد ركزت التقنيات التي استخدمها جهاز الأمن الوقائي على خداع المستخدمين لتنزيل برامج تجسس جاهزة عن طريق إنشاء حسابات وهمية مع صور لشابات جذابات. وقالت فيسبوك إن المتسللين تظاهروا أيضا بأنهم صحفيون، وفي بعض الحالات حاولوا حمل المستهدفين على تنزيل برامج تجسس متخفية في شكل تطبيقات، محادثات آمنة أو تطبيق لإرسال قصص متعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف فيسبوك أن الأهداف شملت مسؤولين في الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن.